وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات. نرحب فيك سعادة الوزير. وسعادة الوزير، يعني من ضمن المشاريع الاستراتيجية الهامة التي تحدث عنها جلالة الملك المفدى، يأتي هنا مشروع تطوير مطار البحرين الدولي وجسر الملك حمد. فإلى أين وصل العمل في هذه مراحل العمل في هذه المشاريع؟ في البداية مشكور على الاتصال، وأنا سعيد أكون متواجد معاكم اليوم على الهاتف. طبعا ما في شك أن كلمة جلالة الملك كانت كلمة شاملة، وأكدت أن البحرين الحمد لله ماضية في تحقيق مستقبل أفضل للمواطنين وأيضا الأجيال القادمة. طبعا الحمد لله المشاريع الاستراتيجية اللي تتبع وزارة المواصلات والاتصالات ماشية بشكل سلس الحمد لله. طبعا مشروع توسعة مطار البحرين الدولي أو بناء مبنى مسافرين جديد بطاقة استيعابية تقريبا 14 مليون في مراحل الأخيرة. طبعا إن شاء الله احنا نهدف ان مثل ما وجهنا السمو ولي العهد ايضا ان احنا ان شاء الله في خلال الربع الاول من 2020 نفتح المطار. بنبتدي ان شاء الله قريبا، بدينا بالاحرى بعض التجارب التشغيليه، وخلال الشهر الجاري والشهور الثلاث القادمه راح تزيد وتيره التجارب التشغيليه لمبنى المسافرين الجديد. فالحمد لله هو في مراحل متقدمه جدا، وان شاء الله يكون بوابه للبحرين الكل يفخر فيها، وان شاء الله تم تصميمه على احدث مثل ما يقولون التقنيات الحديثه. نعم. ما في شك ايضا المشروع الاستراتيجي الاخر هو مشروع جسر الملك حمد، وهو يعتبر الربط بين مملكه البحرين والمملكه العربيه السعوديه من خلال جسر ثاني، وايضا ربط بالسك الحديد. الحمد لله ان شاء الله في نهايه هذا الشهر الجاري ايضا الجميع راح يسمع ان شاء الله خبر ايضا ممتاز. ان شاء الله بيكون في مناسبه ان احنا نوقع تعيين الشركه الاستشاريه او تحالف الاستراتيجي اللي هو عباره عن ثلاث شركات، شركه ماليه وفنيه او قانونيه وفنيه، اللي هي عباره يسمونها بالانجليزي ترانزاكشن ادفايزر، اللي راح ان شاء الله يتم توظيفهم وتعيينهم خلال نهايه الشهر الحالي ان شاء الله في مناسبه في السعوديه. فالمشروع ماشي مثل ما قلنا في الطريق الصحيح. طبعا هذا التحالف بعد تعيينه راح يقوم بمراجعه جميع الدراسات بوضع النموذج المالي واعداد اوراق المناقصات الرئيسيه وتاهيل المطورين للمرحله القادمه. فان شاء الله المشروع هذا جدا كبير، ومثل ما تعرف يعني يتم من خلال وزاره النقل في السعوديه، وزاره المواصلات، وايضا مؤسسه جسر الملك فهد. ما في شك ان كل هالمشاريع هذه تهدف الى تعزيز وتطوير البنيه التحتيه في مملكه البحرين. نعم. وإن شاء الله هذا كله يصب إن شاء الله لصالح المواطنين والاقتصاد الوطني. نعم، سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا.